في خبر جديد، عرض منزل لعائلة بن لادن للبيع في كاليفورنيا. عرض الأخ خير الشقيق لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن إبراهيم قصره القديم في منطقة بيل إير بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية للبيع مقابل 28 مليون دولار. وتؤكد السجلات أن إبراهيم، وهو الأخ الأكبر غير الشقيق لزعيم القاعدة السابق، يمتلك هذا القصر منذ عام 1983 ميلادي، وهو مبني منذ عام 1931 ميلادي. والبعض يربط البيع بزعيم القاعدة. ونقل موقع الحرة عن الوسيطة العقارية الأمريكية المسؤولة عن المنزل فلورانس مطر تأكيدها أن إبراهيم وأسرته لا علاقة لهم بأسامة بن لادن، وعبرت عن استيائها من ربط البعض إعلان البيع بزعيم القاعدة السابق. وقالت مطر: أعرف العائلة منذ أكثر من 30 عاما، هم أناس رائعون. وأضافت: أنت تتحدث عن 53 أخا وأختا، حتى إن بعضهم لا يعرف الآخر، إنها عائلة فخمة. وقالت إن ربط هذا المنزل بذلك الشخص، وتعني أسامة بن لادن، أمر سخيف وأحمق، مؤكدة أن المنزل لا علاقة له بالزعيم السابق للقاعدة بأي شكل من الأشكال. ووفقا لإعلان البيع، فإن القصر المكون من طابقين يمتد على مساحة لا تقل عن 660 مترا مربعا، ويضم بين جدرانه 7 غرف للنوم و5 حمامات. وتم تصميم المنزل على الطراز المعماري للبحر الأبيض المتوسط، وهو مصنف كمسكن عائلة. ووفقا لما نقلته صحيفة نيويورك بوست، فإن المنزل كان خلال فترة الستينيات من القرن الماضي مملوكا للمنتج الهوليودي آرثر فريد، قبل أن يشتريه إبراهيم بن لادن عام 1983 ميلادي بمبلغ 1,650,000 دولار.